هقول لك على مشهدين، مشهد اثناء الكتابه ومشهد اثناء العرض. اثناء العرض اكتر مشهد اثر فيها في المسلسل كله لما تم التحرش بيها، وهي طعنت المتحرش وحطت ايدها على راسها كانها عملت مصيبه، يعني حتى ما عندهاش الحق انها تدافع عن نفسها، حاسه انها عملت مصيبه مع ان ده حقها. فالمشهد ده كان، وطبعا اتعمل استاذه منى زكي يعني هايله هي في المسلسل كله، جوائز كثيره جدا كانت هايله هي في المسلسل كله. انا كنت بتفرج يعني انا شخصيا كنت بقول ايه الحلاوه دي، يعني في اعمال المخرج والمونتير بيضعوها في بصراحه. احنا انا بقول المسلسل ده جمله كده بقولها دايما لاصدقائي مطبطب عليه ربنا، ان كل الاقسام عملوا دورهم بطريقه غير عاديه. يا رجاله يا عم وعينيني فين؟ مسلسلكم بقى انتوا لسه، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لسه ما نعرفش حاجه عن المسلسل خالص، ما نعرفش اي حاجه، احنا حتى ما كناش يعني انا يعني مش الاعلاميين، الناس العاديه ما تعرفش هو تاليف مين اخراج مين، لسه هم شافوا بس صوره منى زكي من اول الافيش وحصل اللي حصل. تعاملتوا مع الموقف ده ازاي؟ الافيش اثار عاصفه من الهجوم على المسلسل حقيقي. قبل ما نعرف هو عن ايه اساسا. حقيقي طبعا. شيرين طبعا انهارت. اتكلم عن نفسها. مصر كلها بتتكلم على حواجب منى زكي. شايفه قد ايه؟ انا كنت شايفه الموضوع، طب يا جماعه مش شايفين ان ده موضوع؟ هو لسه ما كانش حد عارف الموضوع يا شيرين، ده هي نزلت صوره، احنا يعني المتلقي العادي ولا يعرف المسلسل عن ايه ولا يعرف هي دورها ايه، ما هي صوره نزلت. هو حتى ما كانش اعلان في قبل بروموشن، بقى في قصه الناس اخترعتها وبدايه ووسط ونهايه، انها واحده ست محجبه دخلت عالم واكتشفت ان هتقلع الحجاب وهتمشي في سكه تانية خالص عشان تجد طريقها، وبقى في قصه وعلى اساسها منى بتتهاجم كل يوم، وعلى اساسها قنوات كتير جدا طلعت عملت حلقه على بوستر منى زكي. احنا بقينا قاعدين في ذهول، في تعمد ان الست المحجبه تطلع قبيحه، عشان كده جايبين الحواجب بصوره صعبه جدا. الناس العاديه اللي عملت هجوم كبير كاسح لما طلع البوستر التاني، ولما ابتدوا يشوفوا المسلسل لقوا انه يعني اللي كانوا بيتكلموا فيه ده مش حقيقي. احلى اعتذار شفته في حياتي، وكان بقى بالنسبه لنا يعني ايه اللي هو لحظه انتصار. انا يا جماعه من اللي اتريقت وهاجمت المسلسل جدا، نفسي دلوقتي انزل اقعد بياسين وفرح. من 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 حد عادي من قمه الهجوم لقمه التعاطف. المركب الثاني.
المشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.